اتفق اليونان وليبيا على استئناف المحادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية، اتفاق أقر خلال لقاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس المجلس الرئاسي الليبي في أثينا. وأوضح رئيس الوزراء اليوناني أن بلاده تسعى إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا، علاقات توترت بسبب توقيع حكومة الوفاق الليبية اتفاق الحدود البحرية مع تركيا عام 2019، لكن السلطة الليبية الجديدة تعمل على إعادة التوازن لعلاقات البلاد الخارجية، وتعد اليونان محطة رئيسية في هذه المساعي. وشهد الشهر الجاري حراكاً على مستويات عدة لتحقيق هذه الغاية، ففي السادس منه زار وزير الخارجية اليوناني مدينة بنغازي شرق ليبيا، وزار رئيس الوزراء اليوناني العاصمة الليبية طرابلس، وأعاد فتح السفارة اليونانية في ليبيا، مشدداً على ضرورة قيام الحكومة الليبية الجديدة بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا. لكن رئيس الحكومة الليبية قبل أيام أعلن استمرار هذه الاتفاقية خلال زيارته إلى تركيا، وقال إنها تقوم على أسس صحيحة وتخدم مصالح البلدين. وفي ظل تمسك ليبيا بالاتفاقية مع تركيا، يبدو أن اليونان بات يسعى للوصول إلى اتفاقية مماثلة مع ليبيا يضمن من خلالها حقوقه البحرية.